مختلفة على السنة الماضية. كاين تحسن كبير في الأداء ولا في النتائج، الحمد لله. يعني الفريق يعني من المراتب الأولى، الهدف من هذه السنة هو إن شاء الله التتويج بالبطولة، وحنا قادرين إن شاء الله باش نتوجوا بالبطولة نظرا لجودة اللاعبين اللي عندنا هذه السنة، رغم المنافسة القوية اللي غتكون من طرف نادي الجيش الملكي، لكن إن شاء الله الرجاء هذه السنة غادي تكون متوجة، وعندنا أمل كبير في اللاعبين الموجودين حاليا وكذلك الناس اللي مشتغلة بكل جدية باش النادي يتوج بهذه البطولة إن شاء الله.